الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فغدا يا قوم نحن بلا ريب ذاهبون، والملتقى هناك في الوقوف بين يدي الله تعالى، وسيسأل كل واحد فينا: هل اتقيت الله؟ إن كان الجواب نعم فقد سعدت سعادة لا شقاء بعدها، وإن كان الجواب غير الجواب فالحال غير الحال عياذا بالله تعالى. فتعالوا في الآجال المضروبة التي بقيت لنا على هذه الأرض، ما استطعنا ننضبط بأوامر الله تعالى، وهذه هي التقوى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الإمام الترمذي. ثلاثة أقسم عليهن، والذي سيقسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. من سأل الناس تكثرا، يريد أن يزيد ماله، يريد أن يكثر ما في مستودعاته من المؤن والطعام والشراب، من سأل الناس تكثرا
فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر أو ليستكثر، رواه مسلم. أيها الإخوة، كثرت في أيام الأزمة التي نرجو الله تعالى كشفها، كثرت الأيادي الممدودة إلى الخير، وتنوعت جهات العطاء والبر، وتعددت أنواع المساعدات والمعونات. ومع هذه الكثرة والتنوع والتعدد، رأيت أناساً يتعففون عن السؤال مع حاجتهم إليه، ويترفعون عن الأخذ مع اضطرارهم له، ويحفظون ماء الوجه يرونه أغلى من ماء الحياة. غير أن أقواماً آخرين مدوا أيديهم وهم غير محتاجين، ووقفوا على أبواب الجمعيات الخيرية وهم غير مضطرين، وربما سألوا الناس وعندهم ما يكفيهم. وبالأرقام فإن واحدة من الجمعيات الخيرية لاحظت أن 30% من المسجلين لطلبات الاستفادة منها غير مستحقين. 30. لذلك أحببت أن أخطب خطبة أريد من خلالكم أن تنتشر في أكبر شريحة ممكنة من الناس، أتحدث فيها عن حكم سؤال الناس، وعن حكم من أعطي من غير مسألة. أمران اثنان: حكم سؤال الناس، تسجيل بالجمعيات نوع من أنواع السؤال، ما حكم سؤال الناس؟ وقصة ثانية: ما حكم من أخذ من دون سؤال؟ رجل لم يسأل فجيء له بشيء وقدم له. هذه الخطبة تتناول هذين المحورين، عنونتها التعفف عن المسألة. أولاً، حكم سؤال الناس. يرد على سؤال الناس الحرمة والجواز والوجوب، يعني في بعض حالات حرام أن يسأل، في بعض حالات يجب عليه شرعاً أن يسأل، في بعض حالات يجوز له أن يسأل. 3: حرام، واجب، يجوز. أما الحرمة فهي الأصل في سؤال الناس، يعني ما الحكم العام في أن يسأل امرؤ الناس أن يعطوه مالاً حرام؟ هذا الأصل، الحرمة هي الأصل في سؤال الناس. قال الإمام الغزالي: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن 3 أمور محرمة. الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى، يعني هذا السائل يظهر للناس بأنه يشتكي على الله، ليش هيك الله سوى فيني؟ هو سيظهر للناس أنه يشتكي، هذا محرم. والثاني: إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله. والثالث: إيذاء المسؤول غالبا، لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه، وربما بذل حياء من السائل أو رياء، وكلاهما حرام، وهو حرام على الآخذ. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حرم الشرع السؤال على من يملك ما يغنيه من مال أو قدرة على التكسب، ممكن ما يكون معه مال بس قادر على التكسب وفي مجال أن يعمل، فسح له مكان للعمل. حرم الشرع السؤال على من يملك ما يغنيه من مال أو قدرة على التكسب، سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعا أو كفارة، ولا يحل له أخذ ذلك إن أعطي بالسؤال أو إظهار الفاقة.
قال العلماء: لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه. لو أظهر الفاقة، رجل أظهر أمامك فاقة فأنت أشفقت عليه وأعطيته، قال هذا المال الذي في يديه ليس ملكا له، لم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا صاحبه، إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة. صاحبه ما أعطاه إلا لأنه ظن فقير، والرجل ليس محتاجا بس هكذا أظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح. ثلاث ألفاظ: خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. مثل العلماء للمضطر الذي يجوز له أن يأخذ بسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً. إنسان جائع ما عنده طعام، بعد قليل سيموت إذا ما أكل، أو سيتلف عضو من أعضائه إذا ما أكل، قال هذا مضطر، يجوز أن يسأل. مثل العلماء للمضطر بسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً، وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه. قالوا: وسؤال هذا المضطر مباح مهما كان عاجزاً عن الكسب. إذا كان جائع وبيقدر يكسب ما بيجوز يسأل، بس هلأ لازم يكون جائع وما بيقدر يتكسب، أو ما في فرصة عمل حقيقية، ما في فرصة عمل حقيقية، هذا يجوز له أن يسأل. إذن الأصل في مسألة سؤال الناس أنها حرام. الحالة الثانية حالة الجواز، متى تجوز؟ قالوا: من كان محتاجاً إلى الصدقة وممن يستحقونها لفقر أو زمانة، يعني مرض مزمن يقعده عن التكسب أو عجز عن الكسب، فيجوز له السؤال بقدر الحاجة، يسأل بقدر الحاجة، وبشرطين اثنين: ألا يذل نفسه وألا يؤذي المسؤول. بده يكون محتاج واحد ويسأل بقدر الحاجة اثنين، ولا يذل نفسه ثلاثة، ولا يؤذي المسؤول. فإذا فقد أي واحد من هذه الأربعة فسؤاله حرام، فإن أذل نفسه فسؤاله حرام، وإن آذى المسؤول بإلحاح أو إحراج لم تجز له المسألة وأخذ الصدقة وإن كان محتاجا إليها. وحرم أخذها، يعني لو واحد أحرج إنسان محتاج وما قادر على الكسب، أحرج إنساناً فهذا المحرج أعطاه، ما بيجوز يأخذون، بده يرجعون، لأنه حرام، هذا الأخذ حرام. قال: فإن أذل نفسه أو آذى المسؤول بإلحاح أو إحراج لم تجوز له المسألة وأخذ الصدقة وإن كان محتاجاً إليها، وحرم أخذها ووجب ردها إلا إذا كان مضطراً بحيث يخشى الهلاك إن لم يأخذ الصدقة. يعني هلأ إذا ما بيحملها بده يسقط قدامنا ويموت. مثل العلماء للمحتاج بالمريض الذي يحتاج إلى دواء لا يخلو عن خوف إذا لم يستعمله، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذياً لا ينتهي إلى حد الضرورة، وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على المشي بمشقة، فهؤلاء يباح منهم السؤال للحاجة المحققة، ولكن الصبر عنه أولى. يباح لهم، يجوز، بس إذا بيصبروا أفضل. عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة. أحياناً في قبيلتين بيتخانقوا لأجل ثأر، أحياناً تاجران يتشاجران شجارا كبيرا لأجل مبلغ مالي محدد. يأتي المصلح، مثلا في بيناتهم خصومة بمليون ليرة، يأتي المصلح يقول: يا أبو فلان بدنا ياك تنزل ب 300 ألف
بيقول له حاضر، وبيقول له لصاحب المال بدنا اياك تعطينا 300,000، بيقول له حاضر. بصفى الفرق بيناتهم 400,000، هي المشكله بمليون، هذا اتمنى عليه ب 300 صفي له 700، هذا حناخد 300 صفي 400، فالمصلح يدفع ال 400 من جيبه. يقول اخي تفضل، هي 700 خلاص، ابقوا على ودادكم، على صلحكم، على وفاقكم. هذه تسمى حمالة. احيانا المصلح يكون غنيا عنده المال، يخرج من جيبه ال 400، احيانا ما عنده المال، يذهب يقول يا جماعة في اثنين بدنا نحل بيناتهم مشكلة طويلة عريضة، واقف على 400، فيستدين، يستدين من هذا 100، من هذا 100، من هذا 100، 400، من أجل أن يحل هذا الشجار القديم والطويل، يدفع من جيبه 400. الآن هذا الآن صار مديونا، صار مديونا ب 400، هذه تسمى حمالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه قبيصة وقال تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها، إذا جمعنا الزكاة حبصرف لك من الزكاة، إذا جمعنا الصدقات سأصرف لك من الصدقات. هل يجوز دفع الزكاة لمثل هذا؟ هذا غارم، وأفضل الغرم من غرم لمصلحة عامة، هذا غرم لمصلحة عامة. قال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. نحن المسألة متى يجوز للمرء أن يسأل؟ الآن الحديث يقول: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك. هذا الذي تحمل حمالة قديش بياخذ؟ بس بمقدار الحمالة ثم يمسك، خلاص ما عاد في سؤال. هذا واحد. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. نسأل الله السلامة في هذه الأزمة. هناك إخوة، هناك بيوت، هناك أسر أصابتهم جائحة جاءت على بيوتهم، على معاملهم، على محلاتهم، صار ما عنده شيء على الإطلاق. يحل لهذا إذا كان غير قادر على الكسب أن يسأل حتى يأخذ سدادا من عيش، يعني المقدار الأقل حتى يقوم به هو وزوجته وأولاده إلى أن يستطيع أن يتحرك ويعمل. هذا الثاني يجوز له أن يسأل. والثالث: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا الفاقة. بدنا تقييم حقيقي بأنه هذا أصابته فاقة، وكل واحد يقول أنا فقير أنا فقير، حتى يقول يشهد ثلاثة من ذوي الحجى، من ذوي العقول، من ذوي الخبرة، يعطونه موافقة لقبول اسمه في الجمعية الخيرية مثلا أو في المساعدة. ثلاثة من ذوي الحجة يقولون إن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. حتى هذا الذي أصيب بفاقة يسأل، مو طول عمره يسأل، بس يأخذ سدادا من عيش بعدين يتحرك ليعمل شيئا. وما سواهن في المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. نار جهنم عم يأكل هذا الذي عم يأخذ وهو غني عن الأخذ. رواه مسلم وأبو داود. الحالة الثالثة للمسألة، إذا المسألة إما أن تكون حراما وهو الأصل، أو جائزة عند هذه الحاجة، أو واجبة. الآن في حالة يجب شرعا على من وقع بها أن يذهب ويسأل، وإذا ما ذهب وما سأل آثم. أما الوجوب فمن خاف هلاكا وكان عاجزا عن التكسب وجب عليه السؤال، فإن ترك السؤال في هذه الحالة حتى مات أثم، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. والسؤال في هذه الحالة في مقام التكسب، لأنها الوسيلة المتعينة لإبقاء النفس، ولا ذل فيها للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات كأكل الميتة.
إذن من خاف هلاكا وما عنده طريقة للأكل إلا أن يسأل الناس، يجب عليه شرعا أن يسأل الناس، ونخاف عليه إن وقع في هلكة أن يكون قد أسلم نفسه إلى التهلكة. أيها الإخوة، يحرص الإسلام على حفظ كرامة المسلم وتربيته على العزة والرفعة. ذكروا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بصرة فيها نفقة على يدي عبد له، وقال: إن قبلها فأنت حر. سيدنا أبو ذر الغفاري كان فقيراً، لكنه كان ما يسأل الناس أبداً شيئاً، ولئن أعطي لا يقبل. عثمان موسر يريد أن يكرم أخاه، هذا أخوه صحابي، قال لعبد من عبيدي: خذ هذه صرة المال وشوف، إذا بيأخذها أنت حر لوجه الله. الآن العبد صار يعني حريصاً أن يأخذ أبو ذر هذه الصرة. قال: فمضى إليه العبد وأتاه بها لأبي ذر فلم يقبلها. قال له: اقبلها يرحمك الله، فإن فيها عتقي. مو مشانك، مشاني، بيعتقني الرجل. قال: إن كان فيها عتقك ففيها رقي. أنت تعتق وأنا أصير عبد لإله بمعروفه؟ وأبى أن يقبلها. الإسلام يربي في المسلم عزة النفس مع حاجة أبي ذر، ويربي الإسلام أتباعه على صون النفس عن الابتذال والوقوف بمواقف الذل والهوان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على الإسلام، ومن جملة ما يبايعهم عليه أن لا يسأل الناس شيئا. هيك يقول للصحابي: تعال بايعني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: بايعتك، بايعني على الصلاة، بايعتك، بايعني على الصوم، بايعتك، بايعني على أن لا تسأل الناس شيئا. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة من شوي، قبل يوم بايعنا، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. يقول: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذول الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بايعهم لا تسألوا الناس شيئا يعني مال. قال: لو سقط الصوت ما بيقول له: إذا سمحت ممكن تناولني هالغرض؟ ما بيصير، خلاص أنا بايعت ألا أسأل شيئا. من هذا الفهم للدين عاقب عمر رضي الله تعالى عنه من أذل نفسه ومد يده للناس ولم يكن مضطرا. سيدنا عمر اللي بيخبر عنه أنه عم يسأل الناس وما له مضطر كان يعاقبه. سمع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل بعد المغرب، فقال لواحد من قومه: عشر رجلا، خذوا بالله عشي. قال: فعشاه، ثم سمعه ثانيا يسأل، فقال: ألم أقل لك عشي الرجل؟ قال: قد عشيته والله قبل شوي أكل عندي. فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا. هذا السائل معه سلة هون مملوءة خبزا. فقال عمر: لست سائلا ولكنك تاجر. أنت واحد مالك مضطر وعم تأخذ الاضطرار، بدك تروح تستفيد منهم بين الناس، لست سائلا ولكنك تاجر. ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعد. أخذ الخبز راح طعمه للإبل والنوق، وأكل قتل الرجل وقال له: لا تعد.
هذا هو حكم الإسلام أيها الإخوة، بين الحرمة والجواز والوجوب في سؤال الناس، وهو الفقرة الأولى في الخطبة. أما الفقرة الثانية الأخيرة، فما حكم من أعطي من غير مسألة؟ يعني هلأ رجل تعفف ما سأل الناس، رجل عنده حاجة بسيطة ما سأل، قال ما معقول أبذل ماء وجهي أنا، أموت من الجوع ولا أموت بذل سؤال الناس، ما سأل، قرع عليه الباب أو له صديق أو له معلم في العمل أو له قريب قدم له مبلغا من المال أو شيئا من الطعام. من أعطي من غير مسألة، شو الحكم، يأخذ أو لا يأخذ؟ من أعطي شيئا من غير مسألة ولا تطلع جاز له قبوله إن كان من غير الزكاة، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني. قال: فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني نفسك غير متطلع له ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به. تحب تخليه لألك خليه، تحب تتصدق تصدق، وما لا، إذا ما جاءك من هذا المال فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان أبي عبد الله بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، وما بيسأل، بس إذا أحد قدم له شيئا أخذه. قال النووي رحمه الله: إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز، جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب. هل إذا واحد ما بيحب يقول له شكرا أخي، الأمر له. قال القرطبي: إن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده، إذ هو رزق ساقه الله إليه. ختاما أيها الإخوة، بعد حكم السؤال وبعد حكم من أخذ شيئا من دون سؤال، قال الصلحاء: بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدي الناس. خطيرة هذه الجملة، بعيد، مو مستحيل، بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدي الناس. وقالوا: كل من كان يقينه أقوى وثقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله أعلى. يعني في واحد بيقول لك: يا أخي أنا عندي بس بدي خبيهم لبعد شهر، بدي خبيهم لبعد شهرين، أنا عندي هلأ بس معليش شو عليه زيادة. يعني كل من كان يقينه أقوى وثقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى أعلى، فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا من ضعف اليقين والإصغاء إلى تخويف الشيطان. قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والسؤال من الفحشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.